هي مدينة ساحلية بالقرب من مدينة سمهرم التاريخية أو خوروري، والتي كانت زاهرة في العصور القديمة. وعندما نتحدث عن المدينة الساحلية القديمة جداً، فإننا نتحدث عن خوروري أو مدينة سمهرم التاريخية التي كانت تنتمي إلى فترة ما قبل الميلاد، وبها ميناء كان له أهمية كبيرة في ازدهار تجارة اللبان منذ القرن الثالث قبل الميلاد. لكن عندما نتحدث عن المدينة الحديثة، فإننا نتحدث عن طاقة، تلك المدينة التي تقع على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار. والله طاقة كانت صغيرة، ما كبير يعني المساحة، ماذا أنها كانت في طاقة القديمة، كانت من هنا عند الخور هذا، كان الشيشة. أيوة. هذه هي القديمة. أيوة. هذه هي القديمة. وهنا إيش كان بهذا الكلام؟ وهذا بس أرض ماشي أرض، ماشي يعني بناء فضاء. كان يستخدموه في شيء معين؟ هذا كان يستخدموه في مثل البحر، هنا يبسون الصاردين، وهناك قريب شفت البيت هذا اللي الحين عند هذا، هناك حتى إلى الجو كله مال تجفيف. كله مال تجفيف هذا. أيوة. وحدودها كانت وين الطاقة القديمة؟ والله حدودها كل هذا حدودها يعني. لا البيوت، حدود البيوت. البيوت هذا شفت البناء اللي تشوفه الحين؟ هذا كله الجديد هذا ما ماشي. ما موجود. لا. والمزارع كانت موجودة. والمزارع موجودة. خذها من البير، من هذا اللي فيها الحين فيها المدرسة، هذيك مال زراعة بير. تزرع. وكله حتى إلى مع الشيشة هذا كل بعد كله باء، في باء هناك مكان الشيشة، القرضات هذه لا كلهم باء موجودة. في بعض منهم عاد فيهن ماي من مدهونات. الساحل ينادي. عم سالم، مثل احنا ما نعرف انه فترة الخريف طبعا يكون في بحر، يكون موج، وقليل الناس ما يطلعوا صياده، يمكن في ناس ينشغلون بالزراعه وفي ناس ينشغلون بالبناء. احنا بغينا الان نتكلم على البناء، كيف كان البناء البيوت القديمه في طاقه؟ والله البناء انا اللي يذكر يمكن قدر 7-8 نفار اللي هو يبنون الجدار، والباقي عمال بس، ويقربون عليهم الحجار، والبناء يكون فوق الجدار بعد، ما هو تسوي له سلالم ولا شيء وانت واقف مثل حق الطابوق الحين، يكون كبير ولا صغير، مرة فوق جالس فوق على عرض، لأن الجدار 2.5 العامل يكون فوق الجدار جالس. لا عامل بس يناوله إذا كان قد فوق مرتفع، والأستاذ يكون فوق الجدار، والأستاذ يكون فوق الجدار. والبيوت كان زمان يبنونهن بحجر، حجر اللي يسمه حجر القص هذا. شوف حجر قص، واذا كان عندك غزر كذا تجيب له صم حجر من الجول هذا وتحطه اول تحت، وهذا هو ما يختلف. هذا البيت كان والدي ما عنده الا عرشه ميله يعني بقزوم وحطب، هذا كثور صوب على ظهره، وهذا كان يشتريها من ناس من 3-4 نفر، يمكن 3-4 نفر، وبنى قديم شيء قطاح على القزح في وسطه، وهذا اشتراها والدي وبرحها بعد ما قدها معه، كل مره يبني شيء فيها، وكله بطين، ما هو مثل السميت والحديد يجيك ذي الحين بكبه. وبناها كلها وانا ذاكر عليها الا 2 بخاخير بنى هذا له. شباب عادوا شباب. أنا عادني بس ما والدتي عاد ما يمع، بس ما خلص هذاك، الباقي هذا يشتريه من الناس حتى عمرها كله، وأنا قدني ذاكر قدني حتى هذا البخار، أنا حاد ذاكر نفسي الطين في هنا بير مكان هذا، ويطرحون الطين هناك ويسقوه من هذاك البير، وهذا والطين من كثر ما يسقونه زين، قلت لك يقلونه سلة تشلوا كذا مثلا نصف فيها قد تمر مره، ما يتفلت من فوق كفك ولا من كتفك، قد ضرب العجينه مره مثلا يجيبون حتى عند البيت. يا الله سافر بحفظ الله.
كيف يمكن الحديث عن طاقة دون الحديث فيها عن الساحل وخيرات البحر التي تنعم بها أهالي المدينة، وامتد خير الساحل فيها إلى المناطق الجبلية التي تجاورها والتي تمدها بالبضائع التي كانت تصدر من هذه المدينة. الناس اللي يصطادوا من وقت الخريف يعني غدول البحر مغلق، ما صيادتهم كلها من الجبال هذا اللي هم مواقع كذا ويصطادوا منها. وقت لما يكون البحر موق، وقت البحر موق لأنه ما في مواني ولا في شيء إلا صيادة الخيط هذا كله حتى إلى الحمر الثاني كله يصيدوا إلا من الجبال. وشي رزق عاده متيسر يعني كل شيء موجود، الصيد اللي يجي من الغبة كله يصادوا منه بقدرة الله شيء متوفر، ما هو مثل الحين. الحين شيء صار صعيب، ويمكن هذا كله من الأشياء القراقير هذا هي اللي فنت هذا الأسماك، لأنها بس تتعطل إذا انقص الحبل ما تعرف وين حقك الجرجور هذا، ويجي السمك يدخل داخله وهذا يعيش فيه ويأكل هذاك اللي قد مات هناك ويجي الثاني ويأكل كذا حتى يعني قلت هذا قل السمك هذا بكل بهذه الأشياء. طيب شو اسمه الضواغي، كيف كانت أول الضواغي هنا في طاقة؟ والله الضواغي في ذاكرتي أنا 7 ضواغي في ذاكرتي أنا، وقبل يعني 3-4 كذا، والخير يعني موجود. كيف كان طريقتهم هذول أصحاب الضواغي؟ أهل الضواغي كان أول الضاغية يكون فيها 18 سهم. أما 6 أسهم للي يطلعون البحر الربان وبحريته وهكذا، و12 سهم مع أهل النواخذ يسموهم نحن اللي يقرون الحبال برا عليهم الركاب، شفت عليهم الركاب وعليهم خسر بعض الجريف والهذا عليهم سهم مساهمين كلهم في هذا، لكن هذول لهم مع ركابهم وهذا 12 جمل يكون فيها الضاغية، وهذا يشلونها خضرة يمكن ما يلبسون، وبعدين يشلونها يابسة للبحارة هذول يعني مرفوعين ما عليهم شيء يعني بس معناته أجار ولا شيء، مرفوعين شغلهم كله يودونه له حتى البخاخي. تروح إلى إذا ما وجدت العيد هنا تروح حتى طلالة وكله جر سايبة ماشي. والسنابق هذا لوين كانوا يسوون؟ هنا يوشرونه، كان يصنعون هنا يوشرونهن هني ويوشرونهن في صلالة. لا صلالة ما يوشرون هناك، يجيبوا الخشب وتوشر هنا بس كله مستورد الحطب من برا إلا الشلماء. الشلماء من هنا، شفت الأثب هذا اللي ما فيها حبوب إلا صغير، هذا يصير شلمان حقي. أما الشلمان ما هو من خارج، يجي الخشب اللوح الأنبا هذا من برا من الهند أو من لا كله يستورد حتى يوشرون به في المكلة، هذا الخشب الأنبا له استوردوه من الهند ويوشرون به هذا الخشب. زين وين كانت توقف السفن؟ هناك على قياس البحر، على قياس البحر، على قياس الجمرق هذاك، وبعدين ينزلوها في السنابيق. في السنابيق طيب الى البر. الى البر كانوا ناس يتجمعون عند الفرضه وكذا كيف الانسان عنده مال ولا شيء حمول بيبتاع تمر مثل تمر، يقول الناس عن اللي طالب يعني شيء مثل من شيء مثل التمر هذا اللي هذاك، وما مثل الرز مثل هذا كله يدخل المخازن. وبعدين السفن هذا اقول لك، انا قلت لك اللبان والجلود
واللوبيا هذا سيت كثيرة مسقط، ما هو مو هو للهند. وإن كان اليمن مثل هذا اللوبيا موجودة كانت كثير. وهذه تجي من وين؟ اللبان والجلود هذا اللوبيا من الجبل، هذا كله من الجبل. أيوة. وتزرع بعد في وقت الخريف ذرة ثانية بيضة مهي حمرة كذا، هذا نزرع في السهل هذا الفوقي هناك، ما هو تحت هناك أرض زينة تربة زينة وتزرع هناك ذرة هذا، لكن ما على شيء ضرائب ولا على شيء اللي داخلي هذا. الضرائب على زراعة حق المزارع الأرضية، إذا تجمعت هناك الحكومة تأخذ منها ضريبة، تأخذ بس ماشي فلوس، تأخذ بس من 16 فالة يأخذ تأخذ فالية أعتقد. وما أعجبني في طاقة أن الساحل فيها قريب من مزارعها، وهذه ميزة لم أجدها في المدن الساحلية التي تقع على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، باستثناء مدينة صلالة التي تقترب بعض مزارعها من الساحل. ولأن المزارع تنتشر في مدينة طاقة، فقد كانت الزراعة مصدر رزق للكثير من أهالي المدينة. أولاً نبدأ بالنصيل، هذا النصيل هو قمح، ولا البر نفس الشيء تسوي في فصل واحد كله يجي، وهذا المسيبلو يجي كله نفس الفصل الشتاء. الشتاء هذا يجي كله هذاك مال الشتاء، هذا كله شفت كيف. وينتهي بتقول الحين ينجح الحين في هذا النجم ناخذه ناجح خلاص ينجح كله. بعد زراعة الخريف ذرة هذه الحمراء، هذا تزرع في القلب اللي بعد هذا الحين اسمه الكليل، نجم الكليل اللي هي نجم الكليل. أيوة هذا الكليل ما حد يسوي في ذرة إلا إذا كنت في ذبر جديد بغيت تقدمه وتقدمه فيه، وأما إذا كان ذبر يعني ينزرع وبارد وكذا وفي هذا ينزرع في القلب اللي بعد هذا اللي هو في الخريف. لا معاد ما وصل الخريف، قبل الخريف. أي قبل الخريف. أنا بنفسي هذا قد زرعت، عاد والدي حي وزرعت، وبعدين أبغيت أشتغل في النجارة، قال لي واحد ووالدي ما يخلينا لأن أقيم بالعمل له، وزرع ساعة زرع ووالدي يقيم ضاغية على حسابه وبكون معه الناس هذولا، لكن في العمل أنا إذا كنت موجود أنا أقيم بكله. بعدين كان قد يا قلبي ما عاد بغيت أن أشتغل في النجارة، والدي ما هو هذاك. بعدين قال لي واحد شوف ما بتفتك أنت من الزراعة إلا إذا سافرت. وسافرت بعد ما سافرت تمت بس سنتين أنا في السعودية وخرجت، ما عاد شي زراعة مع والدي. ما اسمه شيء زراعة، كنت اشتغل بس في السفن هذه لا مع الرجال اللي قلت لك عوض بن عبد الله النجار. أيوة. هذاك الزمان ولاده مسافرين في السعودية اشتغل، وانا ما جيت 3-4 سنة دي. الساحل ينادي. كيف كانت عملية طحن الحبوب تتم هنا؟ والله المدى يقص في الحجر، شواطئ فضية ناعمة ومزارع لا زال مذاق ثمارها لذيذ، وبيوت قديمة حوطتها العمارة الحديثة ومشاريع الخدمات التي نفذتها الحكومة في هذه المدينة، وكما يقال عنها بأن طاقة بها الأنس والفاقة والنفس لها مشتاقة.